نبدأ من الحدود الشمالية. تنضم إلي مراسلتنا إسراء الزير. أهلا بك إسراء. صورة الوضع لديك وما هي آخر الاستعدادات الإسرائيلية على الحدود الشمالية بعد الإعلان الإيراني عن مقتل قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني في ضربة منسوبة لإسرائيل في سوريا؟ إذن بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بأن تدفع الثمن كاملا على قيامها باغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري الإيراني في سوريا جراء غارة إسرائيلية استهدفت مكانا كان يتواجد فيه في ريف دمشق تحديدا موقع السيدة زينب على وجه التحديد في ريف دمشق. سوف نشهد في الوقت القليل القادم تأهبا للدفاعات الجوية الإسرائيلية عند هضبة الجولان شمال تخوفا من أي قذائف صاروخية تطلقها الأذرع الإيرانية من الجنوب السوري باتجاه هضبة الجولان شمالا، وأيضا تأهب نحو الحدود مع لبنان، علما أن عامة إيران تقوم بالرد من خلال المقاومة الإسلامية المتحالفة معها في الأراضي اللبنانية. إذن هنالك تأهب في أعلى وتيرة له عند نقطة الحدود مع لبنان، وأيضا في مناطق الجليل التي تشهد إغلاقات كافة للعديد من البلدات في مناطق الجليل الغربي وأيضا الجليل الأعلى منذ الساعة السادسة صباحا حتى إشعار آخر جراء الصليات الصاروخية التي أطلقها اليوم حزب الله اللبناني. إذن الجيش الإسرائيلي بات الآن يتعامل مع الجبهة الشمالية من موقعين، الموقع الأول هو الحدود مع سوريا جراء استهداف اليوم أحد القادة البارزين في الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وأيضا الحدود مع لبنان جراء الصليات الصاروخية التي باتت تتجاوز قواعد الاشتباك من الجنوب اللبناني باتجاه الأراضي الإسرائيلية شمالا. نتحدث أن هنالك العديد من الأصوات تطالب إسرائيل بتغيير منهجها العسكري نحو الأراضي اللبنانية من الدفاع نحو الهجوم لوضع حد لهجمات حزب الله التي باتت تطال العديد من المواقع العسكرية الإسرائيلية شمالا، وأيضا هنالك تخوفات من قيام الأذرع الإيرانية بالرد بصواريخ تطال أبعد من هضبة الجولان في المنطقة الشمالية للحدود مع إسرائيل سوريا. هذه كافة التطورات وأغلب الفرضيات التي نتوقعها جراء اغتيال إسرائيل لأحد مستشارين الحرس الثوري الإيراني العسكري في منطقة سوريا على وجه التحديد. نعم، إذن بحسب ما يرد بأن القائد البارز بالفعل الذي قتل في سوريا كان مقرب من سليماني وكذلك من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، هذا بحسب ما يرد من أنباء. وبالطبع إسراء سنعود إليك ضمن تغطيتنا المستمرة لتضعيني في كل التحركات الإسرائيلية وكذلك إن كان هناك أي رد من الحدود الشمالية مراسلتنا إسراء الزير. شكرا جزيلا لك إسراء. ينضم إلي الزميل سعيد محاجنة. أهلا بك سعيد، لتضعني في صورة الوضع، ما هي آخر التقارير الإسرائيلية المتعلقة بهذا الاغتيال إذا كانت هناك بالطبع، ولتحدثني عن أبرز المعلومات المتوفرة المتعلقة بهذا القائد الإيراني. يعني قبل أن نبدأ لورين بالمعلومات عن هذه الشخصية، رشقة صاروخية أطلقت من سوريا قبل قليل وسقطت في مناطق مفتوحة في مرتفعات الجولان وفي جبال الجولان، نتحدث عن وسط الجولان. هذه الصواريخ انطلقت من ريف دمشق الجنوبي. لا نستطيع التأكيد إذا كان هذا هو الرد الأول على هذا الاغتيال، وأيضا لم يتبنى أي فصيل إطلاق هذه الرشقة على الجولان. يعني هذه الرشقة تأتي في عقاب اغتيال الشخصية الإيرانية في ريف دمشق الجنوبي. نتحدث عن رشقة أطلقت من الأراضي السورية تجاه هضبة الجولان بعد ساعة تقريبا على هذا الإعلان سعيد. نعم صحيح، يعني نستطيع القول أنه على ما يبدو أنه رد أولي من الفصائل الإيرانية المتواجدة في سوريا. ولنتحدث قليلا عن الشخصية التي تم اغتيالها قبل قليل. يعني معلومات، أولا أنا قائد عسكري بارز في حرس الثوري الإيراني، وأيضا يدعى رضا موسوي، وهو يعني تم استهدافه بثلاثة صواريخ أطلقت من فوق بحيرة طبرية عبر طائرة حربية إسرائيلية تم إطلاقها باتجاه مدينة السيدة زينب في جنوب لبنان. أيضا موسوي شارك في كل مراحل الدعم خلال الحرب
وفي سوريا وخلال العام ما بين أعوام 2011 حتى هذا العام، بالإضافة إلى أنه شارك في معارك البادية ومحيط دمشق، وأيضا صد الهجوم على مدينة حلب، وأيضا كان من القيادات البارزة في المعارك في أنا أقدم المستشارين في سوريا كما هو معروف. نعم. بالإضافة إلى أنه كان من كبار قادة حرس الثورة الإيراني فيما يتعلق بالملف السوري، بالإضافة إلى أنه تعرض لعدة محاولات اغتيال من إسرائيل خلال السنوات الماضية، وكان من أكبر وأبرز قادة قوة القدس في حرس الثورة، بالإضافة إلى أنه هو قائد الخط خط الأسلحة من إيران إلى سوريا وصولا إلى حزب الله. على ما يبدو أن هذا الاغتيال، يعني إسرائيل حاولت أن توصل رسالة قاسية لإيران وحزب الله، يعني خلال الأيام الماضية هناك معلومات أنه كان هو من ينقل السلاح منذ بدء هذه الحرب، يعني بين حزب الله وإسرائيل خلال الأيام الماضية. سعيد، كان ينقل أسلحة إلى الجنوب اللبناني. نعم. سنتوسع بالطبع معك فيما يتعلق بهذا الاغتيال، الإعلان عن اغتيال رضا موسوي الذي قتل في غارة منسوبة لإسرائيل في سوريا.